مساء الخير عليكم. انا النهارده المذيعه بتاعت المكان، هديكوا تعليقات اصحابي غنوا ازاي الدنيا، مبسوطين مش مبسوطين. يلا تعالوا معايا. مساء الخير يا انسه مبال، كيفك؟ ايه اخبارك؟ قولي لنا بقى ايه اخبار الستيج النهارده والناس الدنيا والعينه بره. ايه بقى مبال احكي لنا بقى. حديت هلا برايم كتير كتير حلو والعاني كتير، يعني كتر خير الله انا عملت منيح والكل عم بيعمل منيح. وجلاية دينا القوي عملتولي مفاجأة. ايه والله حبيبتي، ربنا يوفقك يا حبيبة قلبي. ميرسي يا مبال. ميرسي حبيبي. مساء الخير على احلى سهيلة في الكون. حياتي عاملة ايه اخبارك؟ قولنا كده ايه اخبار الستيج النهارده، وبما انك نوميني ايه اخبار شعورك، يعني قولنا شعورك ايه كنوميني، يعني عشان ما نجربوش احنا. والله كل ما يقرب موعد نهايه البرايم كل ما دقات القلب تزيد تقوى، واكثر شيء افتقدته هو لمتكم وضحككم وبسطكم مع بعض، وان شاء الله نولي ليكم ان شاء الله يا حبيبتي. ميرسي. مساء الخير على ابني بلدي جميل حبيبي اللي شرفنا النهارده. قولي ايه شعورك في النوميني لاول مره، وقولي ايه شعورك في الجمهور والاساتذه اللي ادولك تعليق حلو على غناك. اولا انا بحب ابارك لك على الاعلان بتاعك طبعا. ميرسي. ميرسي يا محمد، ضيف شرف فيه طبعا يعني. وبالنسبه للبرايم لحد دلوقتي الحمد لله البرايم ماشي كويس. احساسي بالنوميني بالصداره، احساس صداره يعني، فاهمه ايه يعني؟ هيكون احساس ايه؟ احساس بالخوف والغربه يعني، قاعد لوحدي وانتوا لوحدكم، بس ان شاء الله نرجع يعني، وان شاء الله نقدم اللي جاي يبقى يكون حاجة تقيلة يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي ما تجربش الموقف ده تاني. ودلوقتي هنجري المروان، لسه نازل من على الستيج. نتمين استني مروان الاول، بس لسه نازل. مروان حبيبي قولي ايه تعليقك بقى على اللي انت عملته فوق على الستيج دلوقتي وانبساطك بالاغنية. بعتقد مع الجو اللي عم نعيشه برا وكل شيء من مأساة وحزن وكذا، بحس اثرت الغنية، مش بحس، اكيد هي اثرت بنهار العادة بتأثر، بس انه هلا اثرت زيادة، وان شاء الله يكون اداء يكون اثر كمان. حبيبي ربنا يرحم موتانا ويرحمهم جميعا يا رب، ويحافظ على البلاد كلها. ميرسي يا مروان. ميرسي. هايدي حبيبة قلبي يا سنيني، تعالي يا حبيبتي. غنيتي النهارده لفيروز، ايه شعورك؟ وقول لنا ايه شعورك بالجمهور النهارده اللي قاعد يقول هايدي هايدي هايدي. الحقيقه اصلا ان في عند جمهور في لبنان بالقوة دي، يعني ما شاء الله الستيج كان عمال يهتم باسمي. انا حاجه طبعا بغني السيده فيروز اللي هي يعني اصل غنى في لبنان، فكان تحدي بجد بالنسبه لي كبير قوي ان انا اقول الاغنيه وابدع فيها. الحمد لله اغنيها باحساس، بس ربنا يستر بقى اما اسمعها بكره تطلع حلوه كده. طبعا اهنيك بالبدايه، واهني كل اصحابي اللي قدموا مستوى يخبل على فكره. لكن انه هو خطا معين، خطا فني صراحه. انه عايزه اعرف تعليقك انك اول مره نومينيه. اكيد الشعور ما اعرف شلون اوصفه يعني، شعور كثير صعب، انه حتى ما مفكر الكلام ولا يعني. رهبه المسرح اكيد لها، وان شاء الله انه ارجع للاكاديميه واقدم الافضل ان شاء الله واسعد جمهوري. ان شاء الله ان شاء الله راجع ان شاء الله. لسه نازل من على الستيج حالا، عايزين نعرف ايه اخبار الستيج، الدنيا ايه ظروفها. الاخبار طبعا الجمهور زي الفل جدا ومبسوط بيهم، وكانوا مولعين المسرح، والحمد لله احنا انا وإيهاب ونسيم غنينا الاغنيه اعتقد بشكل كويس جدا، ويا رب بقى بقيه البرامج يمشي كده يعني. يا رب ان شاء الله. ميرسي يا محمد. نسيم تعالى قول لنا ايه شعورك اول ما نزلت من على الستيج، والجمهور ايه ظروفه معاك، والاغنيه ايه الدنيا. غنينا حلو. غنيت حلو طبعا، انا هقول لك غنيت حلو، شدت فيكوا مجروح. ثانك يو دينا، والحمد لله يعني كان شعور رائع، ودينا الطاقه الجمهور يتفاعل معاك ويحب الاغنيه اللي انت قاعد تغني فيه. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ايهاب قول. هو شعور فهمي عامر تمام. انا تمام يا حبيبي زي الفل. غنيت، كنت خايف على المسرح شويه، ولكن غنيت صح وغنيت مزيان، وفرحان بزاف لانني اديت مزيان، وان شاء الله نكون عند حسن ظن كل شيء ان شاء الله. ميرسي يا ايهاب بالتوفيق. مقدمه ل ميرسي يا ايهاب بالتوفيق يا حبيبي. ان شاء الله نكمل مع الباقيين لغايه ما يخلصوا على الستيج. يا رب اكون عجبتكم كمذيعه، وتاخدوني مذيعه في اي قناه بقى يا ريت يعني. شكرا.